مشكلات خليها ايش شوي. ازيكم يا شباب، معاكم حلقه جديده مع عمار تيوب جدا. النهارده هنلعب لعبه فري فاير مع مال. ازيك يا مال؟ انا مش شايفك، واحنا نزلنا اصلا مع بعض. ايه تقريبا نزلنا. استنى، طب استنى اخش اشوف كده نزلنا ولا لا مع بعض ولا لا. شوف، لسه ما جلتش العلامه. نزلنا مع بعض. بص، انا اللي عامل. انا بص يا شباب، بحب حته اسمها بيمسك الخيط قوي، بتبقى فيها دايما ادوات حلوه، فانا هنزل فيها. ولا كمان انصحكم، لو انتوا شباب بتحبوا فري فاير، لو انتوا عارفين فري فاير بتحبوا الادوات الحلوه فيها، تتاكدوا تنزلوا في المكتب. ننزل هنا عند البيت. بيبقى فيها ادوات حلوه. يا ابني ما احنا نازلين عند في مكتب ستيف. بص، لا انا مش هوديك ابدا عند بيت. فيك لما نكون مدرعين، لكن احنا مش مدرعين. بيبقى فيها ناس كتير، وخلي بالكم. انا هخش في بيت. بص، انا هنزل في بيت معين، تنزل معايا البيت ده. انا نزلت، انا معايا في 40. بتاعت انا معايا في 90. ولا اقول لك، خلينا زي ما احنا. نزل تحت. فين يا في واحد شفت واحد على الرادار، بس هو بعيد قوي عندنا، بعيد قوي عندنا. اللي هو عند، لما تيجي رايح عند بيك كده، الحته اللي انت رايح فيها عند بيك. يا لو ده بعيد قوي. يا لو انا معايا سلاح حلو قوي. انا معايا انت عايز انت ام بي ايه؟ طب اديك ام بي 40. لا ام بي 5 احسن. طيب، وده ام 4 ام 4 اي 1. ده معايا السلاح ده، معايا ومعايا كمان ام بي 40 هستخدمه، شكله حلو. شباب معلش، النور يا شباب مش كويس قوي. اعلي النور شويه يا شباب. اديني عليت الدور شويه يا شباب. اوكي، اديني عليت النور. يلا شباب، يلا شباب. شباب في واحد ورانا يا شباب. شوف، ما تسيبوش، اديله ما تسيبوش. كويس، موتناه. يلا، في واحد تاني. في واحد تاني ورانا يا عم، شفتوش؟ انا فنشت. شباب الحته دي برضو طلع فيها ناس كتير. شباب في واحد كمان يا شباب، بصوا قديم هو مش مجرد. ايه ده؟ معيش طلقات. معيش طلقات. مدك هيلث. انا وصلت. تعالى معايا. ماشي، انا هرمي الام بي 40 عشان ما فيهوش طلقات. انا هلود بقى الناس بقى التانية، عشان انا معيش غير معيش الام ام 4 اي 1، معيش غير. الولا مات. في واحد تاني، شفته. جابته في الولاسة. جبته من الولاسة. معاه فامس. شباب الفامس ده سلاح حلو قوي يا شباب. فعلا. انت فين؟ ايوه يلا تعال نروح عند بيك. انت جاهز نروح عند بيك اللي فيها ناس كتيرة؟ جاهز. وانا جاهز. معايا في 90 ومعايا ام 4 1 حاجة كده. وانا كمان ومعايا السلاح الاسكو.
الحاجه كده اللي انت بتقول عليه، ومعايا سلاح مسكوت بس المتغير بس الشمس. استناني استناني، في واحد شفت ولا والله شفت ولا، كان بيجي السوسه الفمس خلص الطلقات منه. يو انا هاخد الام ام فور ايه. انت قاتل كام واحد لغايه دلوقتي يا مالك؟ استنى اوكي، وانا حطيت الخمسه. سكور انا اللي خدت. تعالوا اركبوا التوك توك، تعالوا اركبوا التوك توك معايا. اوكي يلا شباب. لو انتوا من اسكندريه او من مصر هتعرفوا التوك توك. هلا هلا، انا اروح عند صاحبنا يركب معانا برضه. هلا اركب. واحد هنا هموت التوك توك. بيموت مات. تعالوا اركب التوك توك. يلا اركب. انا جبت العاصمه فين؟ عايز معي. انا شفت ولا شفت ولا يا مالك؟ انت شفته شباب؟ اهو هو ده الولد. في ولا تاني شوت عليا. فين الولد اللي انا فيه؟ بيهرب السوسه. مالك انا شفت واحد كمان. واحد جنب البتاع. موته بالطق، موته بالطق. ولا السوسه قاعد يعمل. انت جايب كام كلاية؟ انا جايب بسبعه. جايب كام؟ انا جايب اربعه. شباب احنا لازم ننتهي يا شباب. راح فين الولد؟ السوسه يا مالك، احنا في الدينجر زون. مالك تعال انقذني، انا العربيه بتاعتي خلاص هتموت فيها. هنساها تقريبا 50. هنسى العربيه بتاعتي 60 يا شباب. لو انت بتبص على هيكل العربيه انسى دلوقتي. بقى 55. بص مالك، عايز اجيلك. انا جايلك، بس انا كنت بقتل بس شويه ناس كانوا بيحاولوا يموتوني. سبعه لغايه دلوقتي. لا ثمانيه. وفي واحد كمان شفته بالتوك توك بس قاعد لسه ما ماتش. هيموت دلوقتي. اركب يا مالك، اركب انا ده. اركب. في واحد هنا، في واحد شفته على ظهر. اركب. رايح عندي. مالك يلا، انا بالتوك توك وشغال. يلا يا مالك اساعدكم بالتوك توك. محتاجين التوك توك في حاجه؟ لا. في واحد هنا ممكن يموتني. انا هموته له. اضربوا عليه، وانا هضرب كمان عليه بالتوك توك. مات. دلوقتي جه الوقت ان انا اسيب التوك توك. هروح الوقت بقى الناس بقى اللي ماتوا كلهم. اخد القطانة. انا خدت انا لغاية دلوقتي تسعة. انا معايا سكوب اربعة. معايا سكوب. واحد بيضرب عليا.
ضربتين بس هيد شوت راح مات. تعال اركب معايا التوك توك ممكن عشان نطلع مع بعض. نطلع تعال اركب عشان نطلع من الدنجر زون. تعال يا رب نرجع عند بيماسكة السكيب تاني. طب ماشي وانا كمان رايح للدروب. هروح للدروب جوزة. طب دي تديهولي انت ممكن ما تعرفش تستعمله. انا بعرف استعمله كويس اوي. ها تعالى تعالى يا ابني ادهوني. تعالى تعالى انا رحت عند الدروب التاني. عند الدروب عند الدروب وخدتوش. انا عند الدروب التاني. عند الدروب التاني في واحد في دروب بعيد قوي كده انا عنده. ايه ده لقيت فيه فاير بتعلق كل شويه. اعملي تليبورت للدروب. لقيت الجروزه لقيت الجروزه. انا راجع لك يا مالك. رجع يا سمان اخويا. يلا يا اخويا ده ارجع لك. شباب لو احنا فزنا في الجيم ده يا شباب هطلب منكم 30 لايك كده. ملك تعالى انا جاي لك بالتوك توك. لا التوك توك للانقاذ. تعالى يا عم. تعالى الركوب بخمسة جنيه. الركوب بخمسة كوين. انت تديني كوين يا عم. بهزر يعني. الركوب بخمسة كوين بهزر يعني. يا شباب زي ما انت كده كانت حقيقية بتعمل ركوب بخمسة كوين. تعالى يا عم اركب اهو. يلا هنروح فين بقى؟ استنى ماشي. انا هروح اجيبه بال اروح اجيبه بال يلا. تعال احنا بقى احنا عند الدنجر. تعال يا عم هنمشي من هروح عند الدروب اللي هناك. تعال اركب. الدروب اللي هناك. وانا كمان معايا جروز. احنا الاثنين معاك. احنا قريبين من الزون. الزون هنا. اجري. هنبعد عن الزون بس في نفس الوقت هنخش في السيف زون. اوكي هنمشي من بيك بس هنمشي الناحيه الثانيه. في دروب نازل قدامنا نروح اخده. الجروزة. ما انا خدت الجروزة. انا برضو معايا جروزة. يلا اركب خلي صاحبنا يركب هو كمان. اركب استنى اركب استنى انا مش همشي من غيره. احنا جوه السيف زون. اقول لك بلاش نمشي. انا هقتله بالتوك توك. لا توك توك للانقاذ. لو بيهرب منك انا هجيب التوك توك بسرعه. نهزي التوك توك بتاعي يا عم. 40 بس. صاحبنا بيموت. مالك انت موت الراجل وانا اسال صاحبي. شباب 30 لايك يا شباب. مين اللي جايب الام في بي؟ مين؟ ولا حد. يلا يا شباب يلا يا شباب نلعب دور ثاني. يا شباب وهنقفل فيه ممكن ما يبقاش طويل قوي. ايوه عشان ما نطولش عليه. بس الدور الاولاني هيبقى فيه
خلصت كوني دلوقتي نازل تعملي اسمها عمار اند مالك ابيسود 3 فري فاير اسمها كده. ادخلوا قناتنا واشتركوا وفعلوا الجرس هتلاقوها نزلت على طول. هتلاقوا عمار توب جيمنج انزل فيديو جديد. يلا تعالى يا مالك. شباب انت عارفين شباب حتى شباب لو انتوا عارفين ان شخصيه ادم دي اللي في لعبه فري فاير نوب، بس انا اللي اللاعب نفسه اللي بيلعب في اللعبه مش نوب، يعني يمكن الشخصيه تكون نوب عشان انا لسه بادئ الجيم. انا اصلا كان عندي شخصيه اسمها كي ال اي، بس انا بدات اكونت جديد. زي مالك، بس انا بدات اكونت جديد عشان خاطركم يا شباب وعشان خاطر الجيم. ما تقوليش ان انا نور بقى، عشان احنا كسبنا جيم بحاله يا جماعه. صاحبنا بيموت هساعده. هو بيموت في حته وحشه قوي. شباب انا هاخد الام بي 5، وانا عن نفسي هاخد الام 1887. ده بيموت في طلقتين. شباب لو انتوا ضربتوا في السلاح ده في القلاسه طلقه واحده بس هيموت. لو ضربتوا بيه في الجسم بادي شوت هتحتاج مرتين عشان تموت الولد اللي انت عايز تعمل مرتين بس. شفت واحد يا عم، انا شفت واحد. ساعدني بسرعه يا مالك، انا تحت بموت. كلنا بنموت، ما فضلش غير واحد بس صاحبنا اسمه مجاز. مجاز ده اللي هو الوحيد اللي عايش اسمه مجاز. هو شكله زي الولد اللي احنا لعبنا معاه الصبح في الفيديو اللي احنا بننزل اللي هو بينزل ده. شكله زي الولد اللي بيساعد نفسه ما يساعدش الناس. خلاص انت يعتبر مت كده. خلاص انا مت، ما فضلتش غير مجاز. هو ده بثلاثة. يا لهوي، انا اديله لايك عشان اشجعه. اديله لايك. مات يا ابني. ده الولد ده نوب قوي. ده ما يستاهلش. ده يستاهل ديسلايك. ولا اقول لك مش واحده ديسلايك، ده يستاهل ولا 100,000 ديسلايك. شباب لو انتوا شفتوا الولد ده اللي اسمه مجاز ده، اعملوا له ديسلايك على الاكونت بتاعه على القناه بتاعته في النوب. مش كده؟ الولد وراه وقاعد بيضرب عليه بيهين هيلته. كان بيهين. طب ما تضرب على طلعت. بص هيفضل ننط من بيت لبيت كده عمرهم ما يجيبونا. يا مالك، شباب يرضيكم ان مالك ما يساعدنيش يا شباب. يرضيكم كده يا شباب. يا ابني ساعدني بقولك. اديت لك لايك يا عم بشجعك. ايوه هما دول اللي موتوني بزيت الاورنج. الاورنج هو الاورنج اللي لابس تيشيرت اورنج ده هو ده. موتهم
معاك ام بي 5؟ فاضلش غيرك يا مالك، ركز. هما الاثنين دول بس اللي فاضلين في فريقهم، الاثنين دول بس. بص حتى على عددهم، هما اتنين بس مستخبين في البيت اللي جنبك. لو انا شفت حاجه هقول لك هما فين. انا هراقب، انا هراقب. انت اتحرك اهو، هو في واحد. اضربه في قلاسه، في قلاسه. اتحرك بسرعه، جايلك. شافوك واحدة بتضرب. أيوة أهو، على الأقل فنش البنت، فنش البنت. يا بنخسر، خسرنا خلاص يا طبعا، خسرنا خسرنا يا ابني. هما اتنين الزون، مفضلتش غيرك وغيرهم بس. ملك ايه ده؟ لو ضرب طلقة واحدة بس هتموت. ضرب طلقة واحدة بس هتموت، اتروك في طلقة. شباب يصح كده يا شباب ولا لا؟ ما يصحش يا شباب، والله ما صح. يا مالك انا هستخدم الفامس في الاول اللي هو الابسكوب، لكن هو السمسور حلو، بس لو كان فيه بس سكوب كان يبقى. استنى انا شفت واحد، انا شفت واحد، انا شفت واحد. واحدة قصدي، مش قصدي الاهانة، هي بنت. هضرب الواد ده في الاهانة. لو حد طلع انا مش هعيش. هو بيموت، تعالى يا ابني انزل. استنى استنى استنى، هو اللي بيضربه بتاعنا. اجري الزون، الزون اجري 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 الزون. الزون انا هيلتي كويس، هيلتي كويس، هيلتي كويس، هيلتي كويس، خلاص هيلتي كده كويس كويس. بس لو شفته هديله في الجنة. ولما الجاز بس الوحيد هو اللي بيعيش. نجاز نجاز دلوقتي بيموت، الجاز بيموت، يستاهل والله، يستاهل يموت. انا مش هساعد، هساعد. ملك ملك ملك، خلي بالك، هم هنا في البيت ده، في البيت ده، في البيت ده من فوق. انا مش من فوق، مش من فوق.
اضربوني اضربوني. مش عارف منين، انا مش عارف منين بيضربوني. شفتها يا مالك سعادي يا مالك. البنت فوق، البنت فوق. ما فضلتش غير مقص بس مات. مين اللي جايب انت اللي جايب الام في بي؟ لا يا شباب ما نطولش عليهم اكتر، اوكي؟ لو عجبك الفيديو تكون نهايه الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان نجيلكم كل جديد عندنا. ايوه باي 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 باي. ما تنسوش بقى، يلا يا شباب يلا.